شقيقتان أرضعت كل منهما ولد شقيقتها ثم توفي الولدان ثم أنجبت كل من الشقيقتين بعد ذلك ولم يرضع الأولاد الأحياء فهل يجوز تزويج بعضهم من بعض؟ نعم يجوز تزويج بعضهم من بعض حيث لا يوجد رضاع واللذان رضعا وإن كانا إخوة فقد ماتا ولا دخل لمن لم يرضع بمن رضع والله أعلم.